السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجو يا سلام غير ديال البحر. اليوم هو 7 جويلية 2022، درجة الحرارة تقريبا شي 26 درجة. جينا عند هاد البوفري هادو، خسرنا اليوم ساكن غير واحد 3.50 درهم، صافي. ما دار كاين عندنا هاد ريفليكس اللي عطينا اليوم فورما درا ليبي، غير غنخوي اليوم هاد الرفيعة غادي طرش قيو. شو مساكن شو كي كيديرو؟ سلام. حيت سني هاي مسكينة والو، غتفيقو في الصباح واش مديوني؟ هاد مشيو للحانوت غتعطيه واحد 3.50 درهم، ها هو ديالك شتي 3.50 درهم. فاش جاتكم اودي؟ ما جاتكم فوالو، ما جاتكم شي حاجة برب. نتعاونو هاد البوري هادو مسالم شتوهم زين اللي هما الحليب. هو الحليب ما الا خليتوه، بحال دابا داكشي شربوه دابا مع هاد الصدادة، خويو داكشي اللي بقى، فهمتيني؟ لان غادي يضرهم في كرشهم. ماشي بحال هذا دابا كان في الثلاجة شريتو، كان في الثلاجة وعطينا عليهم. اذا هادشي اللي كاين مع هاد البوفري هادو. واحد كيقصينا، يلا الله يعاونكم.